كي نحكيه على دور نشر المشاركة بصفة مباشرة، نحكيه على معرض تحت وزارة الشؤون الثقافية، هذا من المنشئ المستهلك. نقول فما حتى تصفيت بعض العناوين، احنا على أبواب رأس السنة وعدنا مش نستقبل سنة جديدة إن شاء الله مبروك على كل التوانسة، فما تخفيضات تصل حتى إلى 50%، وفي آخر الإصدارات وفيه الإبداعات، فيه الكتب اللي موجهة إلى الطلبة، دراسات نقدية، كتب مقررة، فيه كتب اليافعين، وتو اليافعين فما عودة إلى الكتاب والمطالعة، وفي النصيب الأوفر هو لكتاب الطفل، ونراهن على ثقافة الطفل، ودور نشر تونسية رائدة في مجال الطفل وناجحة حتى في مشاركتها في المعارض الدولية. جديد اللي في المعرض باش يقع يعني أحداث جوائز جديدة في المعرض، وهذه تقاليد جديدة نحب نرسخوها في المعرض، من جملتها اللي هي فما جائزة علي بلهوان. جائزة علي بلهوان يعني هي للمبدع الشاب، كل مرة يختار جهة داخلية يسلط عليها الضوء ويتم استضافتها. المرة هذه اخترنا جهة سليانة، سليانة بمبدعيها، مفكريها، بتاريخها، سليانة شنو أضافت للثقافة التونسية من خلال مجلة الإتحاف، مجلة الإتحاف اللي كانت علامة فارقة في الثقافة التونسية، ومن خلال تكريم أيضا مديري التحرير وتكريم مبدعي سليانة المتحصلين على جوائز. قمنا باستضافة المؤسسات الاقتصادية الداعمة للفعالية الثقافية، واعتقد من خلال هذه الاستضافة نحن نطمحوا ان يكون المؤسسات الاقتصادية انها تكون شريك، وانك ايضا تحرضها على دعم الكتاب ودعم فعل القراءة. معناها نسجلوا تقريبا في حدود 5-6 آلاف زائر يوميا، وخاصة انه احنا كي يتزامنوا مع فترة العطلة، ونعرفوا انه شارع الرمز هذايا يأموه برشا التوانسة، السنة إن شاء الله عدد الزوار عندنا سيفوق بإذن الله، معناها 6 آلاف زائر يوميا. وأنا أعتقد أنه إذا الشعب أراد الحياة فعليه أن يكون الشعب هذا أن يكون قارئ ويقرأ. وأعتقد أن تظاهرت معرض مدينة تونس الكتاب هذه تحريض على فعل القراءة، وأيضا حلم للشعب يقرأ.